هنا في المدينه في فرن عيش، فرن عيش اسمه تميس، هو مشهور هنا في السعودية كلها في المملكة وفي المدينة، وهو ده الخبز بتاعهم أو العيش بتاعهم، وكتير من المعتمرين بيجوا ياخدوا كمان منه وهم مسافرين. احنا النهاردة هنشوف هو بيتعمل ازاي، وهحاول ان انا اخبز واصنع عيش التميس. تعالوا نشوف تقريرنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك ايه؟ اسمي رحمان علي. انت منين بلدك؟ انت بلدك ايه؟ ايوه انا باكستان. اهلا وسهلا. عايش هنا بقالك كام سنة؟ هنا 5 سنة. في المدينة كله؟ في المدينة ايوه. انت بتعمل ايه؟ هذا في شفاتي، بسكوت، جبن عادي. في السعودية كله، سعودي مصري ولا بنغالي، كله نفرات هذا سميت شيل. كلهم كل الجنسيات بياكلوا العيش. اسمه ايه العيش؟ تميس. تميس بسكوت. ايوه تميس بسكوت، تميس شفاتي، تميس عادي، تميس جبن. ايوه. طب هو عباره عن ايه؟ دقيق وميه. ايوه عاد اسوي مويه، زيت، سكر، كله هنا موجود في البسكوت. العجينه شفاتي في بسكوت سكر. يعني في بيتعمل حلو بالسكر، وفي بيتعمل شباتي من غير سكر. بسكوت سوي في السكر او زيت او في العجينه شباتي، ما في سكر. ما فيش سكر في عيش. هو عيش خبز. خبز ايش؟ ايوه في موجود. ايوه علمني عشان انا هعمل. هو سهل ولا صعب؟ وصعب. مين مسؤول؟ انت مسؤول. طب استنى، هات لي عجينه وانا هعمل. هات لي قطعه عجينه. عجينه هذا. استنى، انت المذيع، امسك المايك وانا اللي هعمل الخباز. انا الخباز. تعال كده، انت بس قول لي صح. ايوه. مش ليه مش بتتفرد دي؟ بترجع تاني. ايه ده؟ دي صعبه. انت قلت لي سهل شويه. ايه دي مش بتتفرد كده؟ ايوه. صعبة. انت ازاي بتعملها بسرعة؟ انت بتعملها بسرعة. انت كده مذيع. المذيع بيعمل كده. مذيع كده. مذيع كده. كده ايه؟ انت مصري ولا مسلم؟ مصري. انا مصري. اسكندرية ولا صعيدي؟ القاهرة. القاهرة. عارف جيت مصر؟ انت شفت مصر؟ ايوه 5 سنة من مصر. بابا ماما مصري برضه. انت رحت مصر؟ اه. فين؟ ايوه. ايوه كويس. تاني. انت مصري ولا مسلم؟ انا مصرية مسلمة. مصري او مسلم؟ مصرية مسلمة الاثنين. سكندرية ولا صعيدي؟ أنا القاهرة. القاهرة. وأنت جيت مصر؟ أيوة. ما أنا نسوي مصر. جيت؟ أيوة. حلوة مصر؟ أيوة أنا 100 100 مصر. قعدت فين؟ رحت فين؟ القاهرة؟ أيوة القاهرة. رحت اسكندرية؟ صعيد. رحت الصعيد؟ أيوة. أيوة. عملت إيه في الصعيد؟ رحت فين في الصعيد؟ عملت الخبز ده هناك؟
ايوه خبز هذا ما في كله نفرات شيل من هنا خبز بسكوت الجفاتي جبن كل الناس بتيجي تشتري من هنا وتاخده بلدها؟ كله مصري من هنا اسوي 20 بسكوت اسوي 20 جفاتي كله مصر ايوه ياخدوه معاهم لمصر الناس ياخدوا 20 مثلا واحد ويسافروا بيه لبلدهم ايوه كله مصري كله باكستان مصري يجي في هنا في العمره سوا بسكوت يعني المصريين والباكستانيين بيحبوا ياخدوه معاهم ايوه كله بس انا عملته تخين ايوه بس هو صعب ايوه ده هنا كيف تمام انت بقى حطه هنا هذا سوي حطه هنا بعدين خراب بص ايوه والله خراب لازم يبقى رفيع ايوه انت اعمل واحده رفيعه تعال انا مش هينفع اشتغل كده عندك صح مش هينفع اشتغل معاك هنا ايوه ما ايوه ما هي انا ما عرفتش اعمل كده هي صعبه هذا انت سوي غرمة انا سوي رجال هذا كويس شوف هو بيرميها وبعدين انا هاجي اعمل بعده بتحطها بقى دي اسمها ايه؟ اسمها هذا ربيده ربيده؟ تحطها على الربيده وبتلزق وليه بتلزقها في الجنب ليه؟ طب 50 رغيف طب استنى انا اعمل بقى اعمل انا هحطها استنى انت مذيع تاني واحد سمي سمي خرع شوف واحد تميز سامي خلاص يعني انا ما ينفعش اشتغل هنا خلاص انا بوظت ال 5 سنة هنا سوي اعمل ايه؟ اول سوي عجينه ظبطته بعدين سوي كل شيء بعدين سوي اشتغل هنا يعني لازم الاول اتمرن 5 سنين 5 سنة هنا سوي شغل بعد كده سوي تميز لا خلاص انا مذيعه وانت تسوي خبيث ايوه ما في مشكله انت مذيع ايوه خلاص طيب طلعهم بقى انت اعمل واحد وانا احاول اعمل واحد انت طلع واحد وانا احاول اطلع واحد دي خلاص كده ها طيب انت بقى امسك انا احاول اطلع ان شاء الله ما طلعت الرغيف تسوي مؤلف شكرا اخوان طعمه هيبقى ايه عايزين ندوقه هذا سوي تميز بسكوت ايوه بسكوت ده اللي بالسكر ايوه هذا بالسكر او زيت كله موجود ما في سكر ما في زيت هنا ده عيش ايوه ده خبز ده احلى استنى انا هدوقه جميل هاي ماشي هذا تميز شفاتي هذا تميز بسكوت شبار؟ شفاتي ايوه تميز شفاتي
تميس شباتي وتميس بسكوت. ده في سكر وده من غير سكر؟ سكر ده ما في بين سكر. ايه ده ما في بين زيت، هنا مويه موجود. هاي جميل، وشكرا وتسلم ايدك. شكرا اخوا يا اسلم يا غالي. إني أحب محمدا والله خير شهيدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا والله خير شهيدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد، صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد.